والله سيلوني قال لي ايش دعوه هيك على منير انت سبع ايام ثمان ايام ما طالع من الباب وقلت لحد يمر علي اصدقائي اخوتي يعني اخوتي قلت لهم منير ما سمحت يوم حكي على بشر ولا سمحت يوم غث بشر وما فد يوم طلبت من عنده او واحد طلب من عنده شيء وقال لا ما عنده هذا الشيء فهي هاي الخصة اللي خلت الولد كلهم ولدنا وحجاجنا وسادتنا ينكسرون على منير. منير عنده في الميزة استاذ نبي انا اكون بخدمته. احنا كنا مرات انت تشتاق ان تقعد ويا شايب من شياب قبل تحس بيه ملوحة تحس بيه السالفة تحس بيه طيبة الريف. منير كانت هاي الخصلة بي الله. يعني منير بالقعدة إذا اشتهيت القهوة تلقى الدلة بيد منير وإذا مدت السفرة تلقى السفرة بيد منير وإذا أقبلت على علي على بيته الأهلا من داخل البيت تسمح الأهلا ما تأهلا هاي الأهلا مع المنير لا إجا بعد واحد من كل الولد من كل معنا مع اعتزازي بكل ولدنا كلهم أهل أهلا وأهلا يعني ومعازي بس هو هاي الخصلة اختص بيها يعني راح مظلوم لو سبب لو انا ما اريد اتدخل بطرق ممكن انا راح اختصر لك يا هاي بس يعني. البعض هسه يقول لك هذا الشخص يعني ليش مات نعم. يعني هم الناس حقها نعم. تعرف نعم. هذا الشخص المحبوب الحسيني نعم. شنو سبب وفاته ليش توفى احنا تعرف مجتمع عشائري قبلي وتعرف الاعراف العشائرية والقبلية اكو حس ينبني على الثارات و وما يشمل صاحب العلاقة صح يكون يعني مثلا يعني البعض مو الكل تكون العشيرة كلها هي مسببة كلها مو صاحب العلاقة فمنير حتى بمقتله كان درء فتنة بين عشيرتين الله وعلى أثر مقتله إن نحل الخلاف بين عشيرتين وتساوت الأمور هو بعيد هو بعيد وهي هاي المعركة يعني لا ويا أخوه لا ويا أبوه لا ويا أخوه لا ويا أبوه لا بعيد بعيد فحتى بمقتله قلت لك كان درء فتنه بين عشيرتي الله وعلى اثرها تساوت القضيه وانتهى الموضوع وانحلت مشكله قد تكون يعني اكثر من احسنت احسنت يعني طفى دم دم طفى المشكله كلها طفت بيه يعني كان هسه خلينا نقول مشروع ستر منير الله. حتى بدمه كان الله. مشروع ستر انا بنفس اليوم مال مقتله الظهر انا دائرتي قريبه عليه فمن اجي افوت من الشارع اسلم عليه اشوفه واطلع فلقيته يريد يروح للبيت يتغدى بيته قريب صعدت وياي اللي صار المشكله قال والله بعد هي واكو وساطات يعني ان شاء الله نوصل للحل فقلت له انت شو ايدك كافر دانك لا سلاح بيدك لا هاي تمشي غير مشكله قال هو الله الحافظ اذا اليوم يعني الله راد ياخذ امانته انا ما راح اقدر امتنع نص كلامه يعني وصلت البيت شلبت غير هذا اخر كلام هذا اخر بيني وبين اخر يوم يعني بنفس الظهر تقريبا ساعه ثنتين ونص ثلاثه كلمه بابا اصوره وتقول لي كلمه يعني راحت الاهل الاهل راحت والله شاهد علي انا كل سنه ابقى يعني انا ويا الولد هناك بكربلاء اكثر من 10 ايام ننام سوا ونطلع سوا ونحيي مجالس سوا يعني خاف اقول قد يكون يعني تعدي حتى طعم الزياره 40 يوم داخلي اختلف قمت اروح هسه يومين وارجع ما اقدر ابقى الفتره والمكان اللي كنا نلتقي به ما اقدر ادخله يعني انا استغرب مرات اكو بعض من الولد يباتون بنفس المكان يقعدون يسولفون قمت ما اقدر ادخل لان كل كل كنت تلقى لكم على هالصداقه يعني كل موقف تلقى ذكرى كنا نصعد يجرنا السياره مسافه عن الامام او عن مجلس ما اريد نروح فمن نصعد ما يصعد الا تصعد الكل دائما ياخذ الحافه الطرف قوي وما دمنا نمشي الطرفه والسالفه والضحكه ساعينا صاحب ضحكه بشكل بشكل يعني وجه يضحك انت وجه تتلقاه يضحك تمام.